أحسن الله إليكم يا شيخ. نستأذنكم يا شيخ بهذا الاتصال مع الأخ علي من جدة. تفضل أخي علي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير يا شيخ. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. عندي سؤالين يا شيخ. تفضل. السؤال هو ما معنى قوله تعالى ليس في زورة النور ليس الأعمى حرج؟ نعم. السؤال الأول ليس على الأعمى حرج، يعني لأن الاستئذان من أجل البصر، إذا كان أعمى لا يرى فلا حرج عليه في أن يدخل على أهل البيت بإذنهم، يدخل على أهل البيت بإذنهم، ولا يحتاج إلى أن تتحجب النساء عنه، على القول الصحيح. نعم.